حمر. أهلين حبيبتي. ما هو رأيك في دور النساء العراقيات في المجتمع العراقي من الناحية المهنية والسياسية؟ يعني في ظل مجتمع مثل المجتمع العراقي، مجتمع صعب نوعا ما، يعني تحتكم بالعادات والتقاليد العشائرية والموروث الاجتماعي والعرف وكلمة عيب وما يصير وانت بنية. أشوف أنه في خضم كل هذه الأشياء دور المرأة جدا كبير وفاعل حقيقة. المرأة العراقية مرأة قوية، مرأة صامدة، مرأة عنيدة، وبنفس الوقت جسورة باحترام، فلذلك تشوفين دورها جدا كبير. ويعني المرأة موجودة في الفن والثقافة والسياسة والأدب والتشريع وكل المفاصل المهمة، وخاصة المفاصل اللي تتعلق بالمال والإدارة. أشوف النساء العراقيات حاليا بهذا يعني بهذا الحقبة من الزمن حصلت على يعني دور زين من خلال التطور الحاصل بالوعي بوسائل التواصل الاجتماعي. يعني صار أكو وعي، قامت تاخذ حقها بالدوائر المهنيه، تصير قياديه باكثر من دائره. يعني هسه اغلبيه احضاني دوام في مستشفى، اغلبيه رؤساء الاقسام هي عباره عن من الفئه النسويه، واضافه الى يعني بكل كافه مجال. يعني احس اكو تطور، صح اكو يعني بعض التحفظات يعني عليها بمناطق يعني ريفيه او وعي، قله وعي عندهم، بس يعني اشوف بالمجمل يعني الدور مالتها يعني زين، يعني فعال حاليا. للمرأة العراقية دور كبير في بناء مجتمعنا الحديث والقديم. المرأة العراقية كأم هي يعني شلون مثال للتضحية وبناء العائلة مالتها وتوصيل أطفالها إلى المستوى الدراسي اللي تطمح له. ومن الناحية المهنية الحمد لله يعني النساء العراقيات مشهورات بتواصلهم وبشغلهم وإبداعاتهم، وأنا كمصممة أزياء وأكسسوار طوال حياتي أشتغل يعني أعمل في كثير من الأعمال والمسلسلات وللجوائز كثيرة في هذا المجال. أخذت المرأة العراقية موقع متميز يرتقي إلى الصدارة بكل المجالات، والحمد لله أنه إحنا مجتمعنا دا يتطور ودا يأخذ أكثر من حق السابق. يعني قبل كانت المرأة مظلومة، لكن الآن نشوف أكو شوية نوع من الحرية في اختيارها المكان عملها بالمناصب السياسية. يعني حتى عندنا بعض المحافظات اللي جدا محافظة، مثلا محافظة كربلاء أصبحت الآن أكو امرأة هي نائبة عن مجلس المحافظة. فيعني هذا الشيء يشعرنا بالسعادة إنه إحنا نقدر نتحلى بكل القوة ونرتقي أحلى المناصب. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام استطلاعنا لهذا اليوم. إلى اللقاء.